أهلا بكم. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة بعنوان تعزيز إيرادات الصادرات المصرية في إطار مبادرة بنفكر لبلدنا 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. تلك المبادرة التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز تتضمن مسابقة بحثية بين الأفكار الاقتصادية المبتكرة، وهذه الورشة هي الثالثة للمبادرة، وتناقش الأفكار التي خلص إليها الباحثون في محور تعزيز إيرادات الصادرات. انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى لمتابعة تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل محور الطاقة برنامج نوفي، والذي يستهدف تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 10 جيجاوات. يأتي الاجتماع استعدادا لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية بالإمارات COP28 لاستعراض ما تم من جهود في التحول من التعهدات إلى التنفيذ منذ إطلاق البرنامج وتوقيع اتفاقيات الشراكات وخطابات النوايا في COP27 بمدينة شرم الشيخ. وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك قطر الوطني مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار في إطار خطة الحكومة لتعظيم دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الترويج الاستثماري في مصر. تنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج الاستثمار من خلال فروعه المنتشرة حول العالم، وأن يعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة. وعلى الجانب الآخر، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب والعرب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.1% ليبلغ مستوى 22000 نقطة و572. وكما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.97% ليبلغ 4143 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الاوزان بنسبه 2.29% ليبلغ مستوى 6296 نقطه. تعهد رئيس الوزراء الياباني فومو كاشيدا بتعويض الاسر عن ارتفاع تكاليف المعيشه من خلال الاعانات والمدفوعات، مؤكدا عزم حكومته اخراج الاقتصاد بشكل دائم من الركود. وقال كاشيدا أن الحكومة ستخفف من آثار التضخم من خلال إعادة عائدات الضرائب الناتجة عن النمو الاقتصادي القوي إلى الأسر، رغم أن ارتفاع الأجور ما زال أبطأ من أن يعوض الارتفاع السريع في الأسعار. وقال كاشيدا أن الحكومة ستمدد في إطار جهودها الدعم حتى الربيع المقبل للحد من تكاليف البنزين والمرافق، مضيفا أن تفاصيل الإجراءات الأخرى سيتم الانتهاء منها بعد مناقشات تجريها لجنة ضريبية. نهاية أخبار من جديد، أعود إلى أميرة وسارة. شكرا لك محمد.